كابتن مختار مختار ونبارك له على توليه فريق الانتاج الحربي، ونشوف اداره الانتاج اتفقت معاه ازاي وامتى. كابتن مختار ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا كريم، الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك كابتن، كله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا كريم، الحمد لله رب العالمين. نقول لحضرتك مبروك بقى على الانتاج الحربي، ونعرف التفاصيل التعاقد مع حضرتك. بص مفيش تفاصيل، هو النهارده الكلام اتكلمنا مع النهارده، قالوا لي ان الكابتن شوقي قدم استقالته. فده مقدم استقالته، يبقى لكن طبعا غير كده كانت الامور ممكن تبقى صعبه شويه. ايوه. فلما قالوا لي قدم استقالته واعلنها، فقلت لهم خلاص، رحت قعدت معاهم بالليل والحمد لله الامور اتفقتوا يعني. اتفقتوا. الحمد لله. مده العقد يا كابتن مختار السنه دي بس ولا السنه دي والسنه الجايه؟ السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله، يعني طبعا وكل شيء مرتبط بالتوفيق الكريم، انت عارف شغلتنا طبعا كلها طبعا. انت وفقت الدنيا تبقى ماشيه معاك، عدم التوفيق بيخلي طبعا الدنيا ما تبقى فيها صعوبه شويه. لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل مسيره الكابتن شوقي، ويمكن هو السنه اللي فاتت قضى سنه كويسه، او السنه دي يمكن فيها عدم توفيق شويه، نتمنى ان شاء الله التوفيق ده يجي لنا احنا ان شاء الله. الجهاز المعاون لحضرتك سامع حضرتك. هم الجهاز معي هم اللي شغالين معايا. مين يا كابتن؟ كابتن مجدي عبد العاطي. سعيد. ومين؟ محمد عبد. انا مش سامع يا كابتن مختار التليفون. انا سامع كويس. التليفون بيقطع. اتفضل. كده سامع. معلش. مع مجدي ومع سعيد محمد عبد الله من الانتاج في الناشئين والسحب. انا سمعت مجدي عبد العاطي، مش سامع الاسم الثاني. وسعيد كابتن سعيد. كابتن سعيد؟ كابتن سعيد عبد العظيم شغال معاك. كابتن سعيد عبد العظيم. كابتن سعيد عبد العظيم. ومين مدرب حراس؟ ربنا والله لسه بكره ان شاء الله. لسه ان شاء الله. طيب من خلال رؤيتك لفريق الانتاج الحربي، يعني شايف موقف الفريق ازاي والانتاج الحربي في موقف متاخر؟ موقف صعب وعدم توفيق كبير جدا. ونتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر، يعني احنا عندنا فرصه كويسه 10 ايام دولت. نقدر يعني هنشتغل على النواحي النفسيه، احنا مش هنشتغل على حاجات ثانيه اكثر منها دلوقتي، لان الفرقه مغلوبه سكور كبير جدا الماتش اللي فات، ومحتاجين يرجعوا طبيعتهم مستواهم الطبيعي، فاكيد ان هم محتاجين حتى النفسيه دي ان احنا نشتغل عليها باذن الله في الطريقه دي، اتمنى ان احنا نوفق فيها يعني ان شاء الله. طيب بشكرك كابتن مختار، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. و